اليوم الإرهاب والتطرف ليس أكبر خطر حققه هو قتل الأبرياء أو نشر الكراهية، أكبر خطر عملها الإرهاب والتطرف هو تشويه سمعة ديننا الحنيف وتشويه عقيدتنا. لذلك لن نسمح بما قاموا فيه من تشويه لهذه العقيدة السمحة ومن ترويع الأبرياء في الدول الإسلامية وفي جميع دول العالم بأن يستمر أكثر من اليوم. فاليوم بدأت ملاحقة الإرهاب، واليوم نرى هزائمه في كثير من دول العالم خصوصا في الدول الإسلامية، واليوم سوف نؤكد بأننا سوف نكون نحن من الحق وراءه حتى يختفي تماما من وجه الأرض.